السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا سنة أولى؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. أنا عارف اتأخرت رمضان كريم وتأخرت عليكم سيكا سكتين تلاتة أربعة، لكن والله ما تقلقوا، الموضوع بسيط أبسط. يعني انتوا هتشوفوا من دقايق الفيديو اللي أنا بكلمكم فيه هتعرفوا إن هو الموضوع كان بسيط قوي وكان صغير قوي، الإكسترا اللي إحنا ما شرحناهاش، يا إما سهوا من غير ما ناخد بالنا، يا إما عمدا، لأن هو كان الفيديوهات دي زي ما قلت لكم إن الستادي جروب بتاع سنين فاتت مش سنتكم تحديدا، فكان الحاجات دي ما كانتش عليهم، بقت عليكم أنتوا، وبالتالي هندرسها أو هنشرحها. اللي جاي كله هيبقى حاجة سهلة أو حاجة بسيطة أو مش مهمة، فما توترش نفسك أبدا. الفيديو نزل لك قبل الامتحان بخمس ست أيام، يعني ما يجراش حاجة، يعني إحنا حبايب وهنفضل حبايب مهما كان. هنبدأ نشرح مع بعض كذا إكسترا. اول اكسترا، يعني هو الفيديو كله كان عباره عن زيادات اكسترا فيديو، يعني اول اكسترا هيتكلم عن البيورين سينس، تصنيع البيورين والحته بتاعه الميتابوليزم بتاعته، وبعد كده هنتكلم عن الفايبرونكتين، كان حته كده في البروتين اوفيكس سيل ماتريكس، وعن الاوستيوكالسين، كان حته في النون كولاجينس بروتين وفي ذا بون. كويس، ما تقلقوش، الدنيا سهله، الدنيا بسيطه، توكل على الله يا دكتور ورينا. طيب هنبدا نشرح ان شاء الله. اول حاجه السينسز اوف او تصنيع البيورينز، وزي ما انتم عارفين ان البيورينز ليها نوعين من التصنيع، يا اما دي نوفو سينسز. يعني ايه دي نوفو؟ يعني انا هصنعه من الصفر. يعني ايه برضه هصنعه من الصفر؟ يعني انا هصنع بيورين رينج. احنا طبعا عارفين بيورين يا اولاد مسؤول عن الدي ان اي والار ان اي، او بيخش في تصنيع الدي ان اي والار ان اي، وان هو عباره عن الحلقه او القاعده النيتروجينيه ذات الحلقتين، لان عندنا حاجه اسمها بايرميدين، ودي مش هشرحها النهارده خالص او مش علينا اصلا في المديول ده، هناخد البايرميدين ميتابوليزم ان شاء الله السنه الجايه. لكن انا بتكلم دلوقتي على البيورين او اللي هي عندها حلقتين، كويس، او القاعده النيتروجينيه ذات الحلقتين زي الادينين او الجوانين. كويس، انا عايز اصنعه من الصفر، يعني انا مش عايز اخد اي حاجه بالفعل اتصنعت واحمل عليها ريبوز، لان احنا زي ما اتفقنا ان الادينين محتاج ريبوز وفوسفيت عشان يبقى نيوكليوتيدا او نيوكليوتايد، ونفس الكلام هيتم مع الجوانين، فعايزين نصنع الاي ام بي والجي ام بي من الصفر. ومش بس كده، ده انا كمان عايز حاجه اسمها جي دي بي. يعني ايه؟ يعني هزود لها فوسفيت، و هزود لها فوسفيت وجي واي اي دي بي طبعا، كويس، وجي تي بي، يعني هزود لها فوسفيت كمان واي تي بي. يعني انت عايز تقول ايه يا دكتور؟ عايز اقول لك والله انا عايز اصنع زي ما قلنا اي ام بي واي دي بي واي تي بي، كويس، يعني مونو فوسفيت وداي فوسفيت وتراي فوسفيت، ونفس الكلام مع الجوانين بس دي نوفو من الصفر. وفي عندنا حاجه اسمها سالفج سيستم، وصلف السيستم يا اولاد اللي هو الانقاذ. يعني ايه انقاذ؟ يعني احنا يا اولاد هنجيب بيورين بالفعل عمرها الافتراضي خلص، وبعد كده هنبدا نصلحها ونعمل لها سالفج استنقاذ، وننقذها ونرجعها تاني في الميتابوليزم. يبقى تاني يا دكتور، انا عايز البيورينز للدي ان اي والار ان اي، يا اما صنعهم صفر، يا اما عندي بيورينز انتهت صلاحيتهم او انتهى عمرهم الافتراضي، بدل ما اكسرهم هبدا استخدمهم في التصليح. تمام؟ تمام، كلام جميل جدا جدا جدا. نبدا نخش على الدينوفو سينسيسز، واول حاجه هبدا بيها البيورين رينج. مش احنا قلنا ان هي قاعده نيتروجينيه ذات حلقتين؟ يبقى لازم اعرف الرينج دي بتتصنعت ازاي، واتصنعت من انهي كل حاجه لوحديها. طبعا الكلام ده مرهق جدا، فقال لك خلاص يا عم انا مش هقول لك خطوات التصنيع بالتفصيل، انا هكروتك في خطوات التصنيع وهتشوفه ده قدام، بس لازم تبقى عارف الرينج مصدرها ايه، يعني مصدر النيتروجين دي، مصدر الكربونه دي، مصدر النيتروجين دي، وهكذا. طبعا يبدو ان الموضوع غريب وصعب، بس انا عايز اتفق معاك على حاجه. اولا احنا عندنا حلقتين فهنرقمهم، ادي 1 2 3 4 5 6 7 8 9، هرقم ايه؟ هرقم الكورنرز، سواء كربون او نيتروجين، انا ده كورنر او جزء من الحلقه، فبرقم من 1 ل 6، ثم باجي في الحلقه الثانيه برقم 7 8 ايه 9، وادي كده رقمت الحلقتين. يبقى دي اول حاجه. تاني حاجة أنا عايزك تحفظ لي بس واحد وستة، والباقي عليا أنا يا عم هحفظه لك. واحد وستة هم أصعب حاجة، يعني لو عرفتهم خلاص أنا اللي هو أول وآخر حاجة في الحلقة الأولى. إيه هما بقى يا عم الواحد وستة؟ قال لك يا دكتور رقم واحد بيجي من الأسبارتيت، يبقى لما أجي أقول لك أو أمينو أسيد اسمه أسبارتيت أو أسبارتيك أسيد، يبقى يلا نيتروجينا رقم واحد، إن واحد بتيجي منين؟ من الأسبارتيت. طيب الكربونه رقم 6 سي 6 بتيجي منين؟ قال لك يا دكتور بتيجي من الريسبيراتوري سي او 2، بتيجي من السي او 2، من السي او 2 اللي بيجي من التنفس.
كويس، يبقى بيجي من السي او 2 اللي هو بدل ما نعمل شهيق وزفير بنطلع سي او 2، لا ما بنطلعوش بقى، بناخد السي او 2 ده ونستخدمه في تصنيع ايه؟ البيورين. يبقى انت عرفت 1 و6 اللي هم اصعب حاجه يا دكتور، من دول الصعبين، ده اللي جاي هو الصعب. لا خلاص انت لو حفظت 1 و6 انا خلصت البيورينج. ليه بقى؟ لان يا دكتور عندنا سي 2 و8 وان 3 و9 بيجوا من نفس الحاجات. يبقى يلا سي 2 8 الارقام الزوجيه وان 3 و9 بيجوا من نفس المصادر. فسي 2 و8 بيجوا يا بلاد من حاجه اسمها فورمايل تي اتش اف، وهتناقش معاكم يعني ايه فورمايل تي اتش اف وكل النقاشات دي كلها. وان 3 و9 بتيجي من الايمايد جروب اوف جلوتامين. يا نهار ابيض. طب صباح الفل بقى دكتور، انا هقفل الفيديو وانام، انا ورايا رمضان والله يرضى عليك، الصيام مبهدلني. قال لك الموضوع سهل والله وبسيط، بس انت اللي معقد نفسك. تعال. قال لك يا دكتور اولا يعني ايه تي اتش اف؟ قال لك ده حاجه اسمها تترا هيدروفوليت، يعني هو عباره عن فوليك اسيد، حمض الفوليك اللي مشهور جدا اللي هو فيتامين دي 9. يبقى دكتور تترا هيدروفوليت اللي هو الاكتيف فورم اوف الفوليك اسيد، او الشكل الشغال من حمض الفوليك او الفوليك اسيد اللي هو مشهور جدا، فيتامين مشهور ومهم لكل الناس. كويس؟ الفورمال تي اتش اف ده بقى ده فوليك اسيد شايل جروب سميناها فورمايل جروب. يبقى الموضوع سهل جدا. يبقى يلا منين بتيجي سي 2 وسي 8؟ قال لك يا دكتور من الكربونه بتاعت الفورمايل اللي شايلها مين؟ الفوليك اسيد اللي سميناه ايه؟ تي اتش اف، تترا يعني 4، هيدرو يعني هيدروجين، فوليت تترا هيدرو فوليت اللي هو تترا هيدرو فوليك اسيد اللي هو فوليك اسيد بس اكتف. يعني اكتف يعني شغال. يلا بقى سي 2 و8 بيجوا منين؟ من الفورمايل تي اتش اف. اهي فورمايل تي اتش اف ادي 2 وادي 8. طب يلا 3 و9 قلنا ايمايد جروب اوف جلوتامين. نرجع بقى نفتكر الجلوتامين ده مش امينو اسيد. ايوه قال لك يا دكتور الجلوتامين كان نيوترال امينو اسيد. كويس كويس جدا. وكنا رسمناه زمان كان عباره عن سي او او اتش وان اتش 2 بينهم كربونه سي اتش. كويس. ده اي امينو اسيد في الدنيا بيبقى عنده امينو جروب واسيد الجروب. الجلوتامين بقى عنده جروب بقى هنا خالص في الار بتاعته اسمها ايمايد. يبقى يلا الجلوتامين عنده جروب اسمها ايه؟ تاني الجلوتامين عنده جروب اسمه ايه؟ همسح بس دي كده. ايوه يلا الجلوتامين عنده جروب اسمها ايه؟ ايمايت. يبقى يا دكتور الجلوتامين عنده جروب اسمها ايمايت. الجروب دي تحتوي على نيتروجين، ما هي اسمها ايمايد يبقى تحتوي على نيتروجين، واللي خدوا ايمايت في الثانويه العامه عارفين. كويس. قال لك خدوا الايمايت جروب. يبقى يلا يا دكتور الجلوتامين ده امينو اسيد حمض اميني بيحتوي على ايمايت جروب بيديني النيتروجين رقم 3 ورقم 9. تعرف ترتبهم لي؟ اه والله يا دكتور سهله جدا. تعالى تعالى يا دكتور، ده انا بقيت برنس في الرينج. تعالى ده انا بقيت برنس والله. يلا سي 1. قال لك يا دكتور لا ان 1 اوعى تنسى، ان 1 اسبارتيت. سي 6 ايوه سي او 2. طيب يلا ان سي 2 وسي 8 وان 3 وان 9. قال لك والله سي 2 وسي 8 بتوع تي اتش اف، فورمال تي اتش اف. كويس. بتوع تترا هيدروفوليت وان 3 وان 9 دول بتوع ايه؟ الجلوتامين. قال لك الايماد جروب اوف جلوتامين. يتبقى لي ايه؟ المربع ده 4 و5 و7. 4 و5 و7 ليه؟ ما احنا خدنا 1 وخدنا 2 وخدنا 3 وخدنا 8 و9، يفضل لي ايه؟ 4 و5 و7 لان خدنا 6 برضه. كويس. قال لك يا دكتور 4 و5 و7 دول امينو اسيد اسمه جلايسين. الجلايسين كله، الجلايسين ابسط امينو اسيد يا اولاد، او ابسط امينو اسيد حمض اميني موجود في الجسم. الامينو اسيد الجلايسين ده كله مبدئيا كده كله بيخش في الرنج، يعني الكربونتين والنيتروجين بتاعت الجلايسين كلها الامينو اسيد كله بيخش في الرنج بتاعته، فبيشارك في 4 و5 و7. يبقى يلا الجلايسين بيشارك في 4 و5 و6، لا 6 يا دكتور ما احنا عارفينها سي او 2، يبقى 4 و5 و7. كويس. صعبه سيكا محتاجه حفظ سيكا، بس انت ممكن تسمعهم دلوقتي معايا بكل بساطه. هنمسكهم هناخد دول مع بعض حلو، وهناخد طبعا الاماد جروب اوف جلوتامين اللي هو 3 و9 و2 و8 فورمال تي اتش اف مع بعض، هيفضل لي مين؟ الجلايسين. ممكن يجي سؤال على الحته دي ازاي؟ هيقول لك ايه الامينو اسيد اللي بتشارك، ايه الاحماض الامينيه اللي بتشارك في البيورين رينج؟ هتقول له والله بالترتيب كده جلايسين واسبرتيت وجلوتامين، دول الامينو اسيد اللي بيشاركوا بشكل مباشر. طب ايه الاحماض اللي بتشارك او ايه الفيتامينات اللي بتشارك؟ فوليك اسيد بس. شكرا. ومن الفوليك اسيد جت المعلومه الاهم على الاطلاق في محاضره النهارده، يعني محاضره النهارده كلها لو انا طلعت بالفوليك اسيد يبقى انا مبسوط.
قال لك يا دكتور الاهم على الاطلاق حاجه اسمها الفوليك اسيد. هل الفوليك اسيد بيشارك في تصنيع البيورين رينج؟ ايوه. يعني فوليك اسيد مهم لتصنيع البيورين؟ ايوه. يعني مهم للدي ان ايه والار ان ايه؟ ايوه. يعني مهم لانقسام الخلايا؟ ايوه. انجز بقى ايه ده؟ يعني انا لو اديت حاجه اسمها فوليك اسيد انتاجونست معارض للفوليك اسيد، يلا بقى حد يغني معايا ايه اللي هيحصل؟ حاجه بتعارض الفوليك اسيد، قال لك بكل بساطه مش هعرف اصنع بيورين لانه مسؤول عن سي 2 وسي 8، وبالتالي مش هعرف اعمل دي ان ايه ولا ار ان ايه، وبالتالي مش هعرف اعمل سيل ديفيجن، وبالتالي هقاوم مرض لعين اسمه كانسر. يبقى اولاد الفوليك اسيد انتاجونست او الفوليت انتاجونست الحاجات اللي بتعرض الفوليك اسيد بتقاوم الكانسر. ليه؟ لان خلايا السرطانيه زي ما انتم عارفين بتنقسم بشكل شره وبشكل مجنون ومحتاجه بيورينز كتير، فانا بحرمها. اي نعم انا بحرم الخلايا الطبيعيه زي ما هي، بس ده زي ما احنا قلنا ان ديت اثر او زي ما بنقول سايد افكت لادويه السرطان او الكيمياء. كويس؟ كويس جدا جدا. يديني مثال على فوليت انتاجونست. ميثوتريكسيت. ميثوتريكسيت من الادويه بتاعه اللي بتعرض الفوليك اسيد. طب تعالى يا دكتور نشوف الكلام ده. قال لك يا دكتور ان بي ودي جذاب لدرجه العذاب، وجايبها لك في الاول، هي هتلاقيها في النص في الورق عندك، بس هجيبها لك في الاول. ان فوليت الفوليك اسيد مهم جدا للبايوسنسز اوف بيورينز، تحديدا مين؟ سي 2 وسي 8، لانه الفوليت انتجت زي الميثوتريكسيت بتنهبت البيورين، وبالتالي بتنهبت النيوكليك اسيد سينسز اللي هو الدي ان ايه والار ان ايه، وبالتالي ليدنج تو انهبيشن اوف سيل ديفيجن، انقسام للخليه. عشان كده بيستخدموا في تريتمنت اوف سام كانسر. بعض الميثوتريكسيت بيستخدم لعلاج الكانسر، بعض الفوليت انتاجونست. ليه؟ لان بعض انواع الكانسر عشان فكرته وشغله. شكرا جدا جدا جدا. هنخش بقى على الدينوفو سينسز. احنا قلنا ان احنا عندنا نوعين من التصنيع. ايوه يا دكتور دينوفو، برافو عليك، دينوفو وسالفج. هنسيب السالفج للاخر ونبدا بالدينوفو سينسز. اول حاجه في الدينوفو سينسز يا اولاد تصنيع البي ار بي بي. ما هو البي ار بي بي؟ قال لك بكل بساطه احنا عايزين نصنع، ركز معايا، رايبوز، معلش سوري، عايزين نصنع رايبوز ماسك فيه فوسفيت من هنا وماسك فيه 2 فوسفيت من هنا، ده اللي احنا عايزين نصنعه اصلا. طب ينفع تسميه لي ده يا دكتور؟ ايوه، فوسفو رايبوزايل اللي هو رايبوز بايروفوسفيت. يلا، فوسفو رايبوزايل اللي هي الار بي بي بايروفوسفيت، يبقى فوسفو رايبوزايل بايروفوسفيت اللي هو بي ار بي بي. يا ترى ايه اللي هيصنعه؟ انزيم اسمه صعب جدا، بي ار بي بي سنسيتيز. يا نهار ابيض، وانت بتشرح يا دكتور عشان انا هسرح، انا هسرح دلوقتي حالا. قال لك يا دكتور انا عايز ادرس تصنيع البيورين رينج. عارفين حلقتنا الرخمين اللي احنا لسه درسينهم؟ هنصنعهم من الصفر. هصنعهم من الصفر ازاي بس؟ الله يرضى عليك. قال لك هنشوف دلوقتي. هنصنع اول خطوه هي تصنيع البي ار بي بي. هنصنعه منين؟ قال لك من ريبوز 5 فوسفيت. ادي ريبوز 5 فوسفيت. يبقى انا عايز احول الريبوز 5 فوسفيت الى فوسفو ريبوزايل بايروفوسفيت اللي هو اسمه بي ار بي بي. ايه الفرق ما بينهم بالنظر، بمجرد النظر؟ عايزك تركز وتقول لي. قال لك يا دكتور والله الفرق الفوسفيتين الزياده دول. قال لك فعلا، عشان كده هيخش اي تي بي ويطلع اي ام بي. يبقى انا كده اي تي بي كان عنده كام فوسفيته؟ ايوه 2 فوسفيت، 3 فوسفيت، بقى عنده كام فوسفيته؟ 1 فوسفيت، يبقى فقد 2. يبقى يا دكتور البي ار بي بي سنسيتيز هو بيصنع ايه؟ البي ار بي بي، ودي اول واهم خطوه رقم واحد في تصنيع البيورينز. وبالتالي عشان مرض الجلد يا اولاد بيحتاج نفهم البي ار بي بي سنسيتيز ده بيعمل ايه؟ لان ده اول خطوه في التصنيع، واول خطوه في التصنيع دي لو زادت الله اعلم بقى اللي هيحصل قدام، هيزيد طبعا البيورين وهيزيد الكتابلزم في البيورين وهيزيد الجلد. كويس؟ يبقى يلا بي ار بي بي سنسيتيز زي ما عرفنا انه تصنيع البيورين بيتم ازاي. اتفقنا؟ اتفقنا جدا جدا جدا. قال لك يا دكتور تاني خطوه، قال لك هعمل حاجه اسمها سينز اوف فوسفورايبوزايلامين. يعني ايه؟ يعني انا هجيب ده واشيل الفوسفيت. ركز بقى كده، تعالى تعالى نرسمها، الموضوع سهل جدا وبسيط والله. انا هجيب نفس الشكل ده اللي هو حلقه ريبوز اللي هو السكر خماسي ريبوز ومعاها فوسفيت، وهمسك هنا نيتروجينة، وهعتبر دي، ركز بقى معايا، ان كام؟ قال لك هعتبر دي ان 3. يبقى انا هبدا باول حاجه اسمها فوسفورايبوزايلامين. طب تعالى نعملها فوسفورايبوزايل امين. هو عباره عن ايه؟ فوسفورايبوز ريبوز ومعاه فوسفيت، امين يعني فيه نيتروجينة. النيتروجينة دي ان 3، ان 3 في الرينج، ان 3 في الرينج، اوعى تنسى ان 3 في الرينج.
يلا بقى مين شاطر بقى؟ ان 3 دي كانت مسؤوله عنها ايه؟ هسيبك دي تفكر. الجلوتامين فاكرين؟ الايمايد جروب اوف جلوتامين. ايوه، يبقى اللي هيحصل كالتالي، احنا عملنا اول خطوه صنعنا بي ار بي بي. البي ار بي بي ركز بقى، هيتحول الى فوسفوريبوزيلامين، عباره عن فوسفوريبوز ونيتروجينه هنا. يبقى انا هشيل الاثنين فوسفيت، ده اهم معلومه، هشيل الاثنين فوسفيت، ادي بي بي اي، وهدخل جلوتامين وهيطلع جلوتاميت. حد عنده اعتراض؟ ايوه يا دكتور انا عندي اعتراض. هو لما الجلوتامين يخش ويطلع جلوتاميت انا فقدت نيتروجينه؟ ايوه. يبقى الجلوتامين لما يخش ويطلع جلوتاميت انا فقدت ايه؟ نيتروجين. اهو دخل طلع جلوتاميت، يبقى انا فقدت ايه؟ نيتروجين. يلا بقى حد شاطر وناصح وجامد يقول لي، اللي دخل الجلوتامين وطلع جلوتاميت ورمى الاثنين فوسفيت وصنع الفوسفوريبوزيلامين، ده ينفع نقول عليه الاسم التالي. اسمه صعب ورخم وده حقيقه مش هزار. قال لك اسمه جلوتامين. اسمع بقى الاسم الكبير اللي مش عارف اكتبه فين والله، جلوتامين بي ار بي بي اميدو ترانسفيريز. يا نهار ابيض، ده اسم، ده ايه ده اسم ده ولا امال وصفه عامل ايه؟ امال الفانكشن بتاعته ايه؟ قال لك لا، هو اسمه وصفه في نفس الوقت. هو بينقل الايماد جروب، اميدو ترانسفيريز، هو بينقل الايماد جروب من الجلوتامين الى البي ار بي بي. يبقى يلا انا هجيب البي ار بي بي وانقل له ايه؟ جلوتامين؟ لا، هنقل له الايمايد جروب اوف جلوتامين، فهسميه جلوتامين بي ار بي بي اميدو ترانسفيريز، عشان الايمايد جروب من الجلوتامين وحوله الى جلوتاميت، وارمي الاثنين فوسفيت دول في الشارع واركب مكانهم ان 3. وكده انا عملت اهم خطوه صعبه في التصنيع. يلا اول خطوه جبت الفوسفورايبوز 5 فوسفيت، كويس، اللي هو رايبوز ومعاه فوسفيت، حطيت له اثنين فوسفيت عشان اشيلهم واحط ايه؟ الامايد جروب عن طريق جلوتامين بي ار بي بي اميدو ترانسفيريز. فكده عملت ايه يا دكتور؟ عملت حاجه اسمها، اسم صعب، فوسفو رايبوزايلامين، فوسفو اهي، رايبوزايل اهي، امين اهي، يبقى ده اسمه فوسفو رايبوزايل امين. كويس، كويس جدا جدا. لو عايز تاخدها سكرين شوت خدها سكرين شوت عشان نخش على اللي بعده. قال لك اخر حاجه سينسز اوف اي ام بي. الكتاب الصراحه بيحب يهزر وانا ما بحبش هزاره. الكتاب بعد ما تعبنا جدا في فهم الخطوتين اللي فاتوا وصلنا لمرحله حاجه اسمها فوسفوريبوزيلامين، قال لك ستتوالى خطوات بدون وصف بقى، وكل حاجه في الدايجرام اللي احنا خدناه بقى، الاسبارتيت يخش والجلوتامين يخش والتي اتش اف تخش والسي او 2 ريسبيراتور يخش وكل حاجه بقى، والجلايسين يخش، كل دول يخش، هيخشوا في الاخر عشان يصنعوا حاجه اسمها اي ام بي. ركز بقى في تركيب الاي ام بي لان هو هي دي الحته الفارقه. هو جدك على قفاك وراح قال لك ايه؟ انا صنعت اي ام بي. ازاي؟ قال لك مش عليك. طب يا عم الحاج انا مش فاهم. قال لك لا والله ماليش، معلش لا مؤاخذه. كويس، يبقى الله يرضى عليك. ركز بقى في اللي هيحصل دلوقتي. قال لك ايه؟ هيصنع حاجه اسمها اي ام بي، هيصنع حاجه اسمها اي ام بي. تعالوا نشوف بقى تركيب الاي ام بي. عباره عن انوزين مونوفوسفيت. الانوزين دي قاعده نيتروجينيه بيورينات يا ولاد، بس مش البيورينات اللي احنا عايزينها، بس هي بيورينات. ماسك مع فوسفيت، سوري، ماسك مع ريبوز. انا عايز الاندو، مفيش اندو، ماشي يلا. ماسك مع ريبوز، ماسك مع فوسفيت. يبقى يلا، ما هو الانوزين مونوفوسفيت؟ انوزين مونوفوسفيت، الانوزين اللي هو قاعده نيتروجينيه ماسكه مع ريبوز، ماسكه مع فوسفيت، وسمينا ده اي ام بي. ودي الخطوه اللي هو عملها لك، قال لك انا وصلتك لمرحله الاي ام بي بدون ما اقول لك ايه اللي حصل. عايزك بقى تخش في المرحله رقم 4 بعد ما صنع الاي ام بي اللي انت ما تعرفش جاء منين اصلا، انت بس تعرف مركبات البيورين رينج، لكن هو قال لك جت منين؟ لا. قال لك عايزين بقى نصنع الاي ام بي والجي ام بي. يبقى يا دكتور انا فهمت الخطوات كده وبدات اركز. هو جاء بيشرح خطوات عاديه اللي هو بي ار بي بي وبعد كده فوسفوريبوزيلامين، بعد كده راح مكروت الخطوات وراح قال لك انا طلعت في الاخر اي ام بي، وقال لك عايزك تحول الاي ام بي في الاخر الى جي ام بي اللي هو جوانوزين مونوفوسفيت اللي هو انا عايزه اصلا، واي ام بي اللي هو ادينوزين مونوفوسفيت اللي هو انا عايزه اصلا. يلا نصنع الجي ام بي الاول، نصنع الجي ام بي الاول. قال لك هنجيب الاي ام بي ونشيل منه يا اولاد هيدروجينتين، هنشيل منه هيدروجينتين. اسم الانزيم اسمه صعب وغريب، قال لك يا دكتور اسمه اينوزين مونوفوسفيت. اينو اي ام بي، سوري، اينوزين مونوفوسفيت اللي هو دي هيدروجينيز. يبقى يلا دي هيدروجينيز هيعمل ايه؟ برافو عليك،
هيخش ناد هيشيل هيدروجنتين، فهيخش ناد ويطلع ناد اتش، يبقى هو شايل هيدروجنتين، فيطلع حاجه اسمها اكس ام بي. يلا بقى الاي ام بي ده هيدروجينيز، حول الاي ام بي الى اكس ام بي اللي هو زانسوسين مونوفوسفيت. انا عارف انها صعبه صعبه دكتور، هو الكلام ده مهم؟ والله ما مهم. امال انت بتعمل ايه؟ انا بشرحه لك عشان انت قعدت تقول لي يا دكتور في حته ما شرحتهاش وبتاع، وقلق نفسك موتر نفسك على الفاضي، بس الكلام ده مش مهم خالص. انا عايز تركز، اعرفي بس اسم الانزيم ده اسمه ايه، اي ام بي ده هيدروجينيز اللي هو بيشيل ايه، هيدروجينتين من ناد لناد اتش. حلو، اكس ام بي هيتحول في الاخر الى جي ام بي، بس شكرا شكرا مش عايز اكتر من كده. يبقى اي ام بي اكس ام بي جي ام بي، شكرا مش عايز اكتر من كده، عن طريق جي ام بي سنسيتيز. وقال لك شكرا يا دكتور احنا كده خلصنا خطوات تصنيع الجي ام بي، انا عايز اعمل نفس الخطوات مع مين؟ مع، قال لك يا دكتور الاي ام بي. هصنع حاجه اسمها ادينايل ساكسينيت الاول، بعد كده هروح مصنع الاي ام بي على طول. يبقى يا دكتور التصنيع جي ام بي في خطوتين، وتصنيع الاي ام بي في خطوتين، التصنيع الجي ام بي اي ام بي ثم اكس ام بي ثم جي ام بي. طب وتصنيع الاي ام بي اللي هو ادينوزين مونوفوسفيت؟ قال لك يا دكتور هجيب الاي ام بي هصنع اول حاجه ادينيلو ساكسينيت او ادينايل ساكسينيت اللي هو اي اس بيرمز له بالاي اس، ثم الاي ام بي. طب الادينايل ساكسينيت عن طريق انزيم وسطي ومهم جدا حفظه، اسمه معلش اسمه ادينايل ساكسينيت سينسيتيز، اسمه ادينايل ساكسينيت سينسيتيز. يبقى يا دكتور هنطلع بالتصنيع، هلخصه لك لا تقلق، هلخصه لك، انا عايزك تفهم كل خطوه لوحديها وانا هظبطها لك. يبقى يا دكتور عايزين نطلع بايه؟ بتلات انزيمات او انزيمين على الاقل. قال لك الادينايل ساكسينيت سينسيتيز ده ده الفرع اللي بيطلع لي في الاخر اي ام بي، والاي ام بي دي هيدروجينيز ده الفرع اللي في الاخر بيطلع لي جي ام بي. مهم جدا المعلومه دي، لان اخر الاند برودكت هو تصنيع الاي ام بي والجي ام بي. برافو عليك جدا جدا جدا. معلش يا دكتور ادخل لي على التلخيص بسرعه علشان الدنيا ما تتوهش مني، او هنزود معلومه بس او خطوه واحده في التصنيع بعد كده نخش على الريجليشن كويس، او التلخيص كويس. تعالوا والله نخش على التلخيص على طول عشان ما تلخبطش اهو. يلا حد فاكر احنا كنا بادئين برايبوس 5 فوسفيت عن طريق بي ار بي بي سنسيتيز، صنعنا بي ار بي بي. بعد كده يا دكتور عن طريق جلوتامين بي ار بي بي اميدو ترانسفيريز، كنا نقلنا الاميد جروب من الجلوتامين وصنعنا حاجه اسمها فوسفورايبوزايلامين، صنعنا حاجه اسمها فوسفورايبوزايلامين. الفوسفورايبوزايلامين اتحول في الخطوات اللي هي رقم 3 اللي معرفش اتحولت ازاي الى اي ام بي، يعني هو ما قالكش تفسير الحاجات اللي حصلت هنا ايه. والاي ام بي عنده طريقين، يتحول الى اي ام بي يتحول الى جي ام بي. يلا بقى حد شاطر يقول لي، لو اتحول لاي ام بي عن طريق ايه؟ ادينايل ساكسينيت سنسيتيز اللي هو هيطلع ادينايل ساكسينيت، والادينايل ساكسينيت هيتحول الى اي ام بي. طب والاي ام بي؟ عن طريق اي ام بي دي هيدروجينيز هيتحول الى اكس ام بي، والاكس ام بي هيتحول الى جي ام بي. بس خلاص شكرا، مش عايز اي حاجه خالص، مش عايز اي حاجه خالص. احفظ الرسمه دي، احفظ الخطوات دي بالطريقه دي، واحفظ الانزيمات دول لان هم مهمين جدا في الريجوليشن، مهمين جدا 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 في الريجوليشن. طب ماشي يا دكتور يلا نرجع تاني. احنا كده صنعنا الجي ام بي والاي ام بي، واسمع بقى المفاجاه، لو انت مذاكر دي ان ايه كويس هتقول لي الاي ام بي والجي ام بي مالهمش لازمه. ايه ده ايه ده انت بتهرج؟ الاي ام بي والجي ام بي اللي انا تعبان فيهم مالهمش لازمه؟ ايوه، ما انت لو فاهم الدي ان اي كويس هتعرف يا باشا ان احنا محتاجين نصنع حاجه من اثنين، يا البيورين بتاع الدي ان اي يا البيورين بتاع الار ان اي. طب البيورين بتاع الار ان اي بيحتاج ايه؟ بيحتاج مبدئيا كده اي تي بي وجي تي بي، مش بيحتاج المونوفوسفيت، بيحتاج ادينوزين تراي فوسفيت وجوانوزين تراي فوسفيت، وبنرمي الاثنين فوسفيت في الاخر. بس هو بيحتاج ايه؟ ادينوزين تراي فوسفيت وجوانوزين تراي فوسفيت. ده مين؟ ده الار ان اي. طب والدي ان اي يا دكتور؟ قال لك لا، الدي ان اي بيحتاج دي اوكسي ادينوزين تراي فوسفيت ودي اوكسي جوانوزين تراي فوسفيت.
يبقى يا دكتور الاي ام بي والجي ام بي في حد ذاتهم مش هم مش هم اللي انا عايزهم. انا عايز يا اما بتوع الار ان اي اللي هم اي تي بي وجي تي بي، يا اما بتاع الديوكسي اي تي بي، يا اما الديوكسي جي تي بي. طب يا دكتور ما هو الكلام ده سهل جدا، هو انا معايا ريبو نيوكليوزايد مونوفوسفيت صح؟ يعني عندي مونوفوسفيت فيها فوسفيته واحده صح؟ صح جدا جدا جدا. هجيب انزيم اسمه كاينيز، ريبو نيوكليوزايد مونوفوسفيت كاينيز، هيدخل اي تي بي ويطلع اي دي بي كويس، فهيبقى ريبونوكليوزايد داي فوسفيت، ودخل كاينيز تاني، كاينيز تاني هيعمل ايه؟ هيضيف فوسفيت، هيدخل اي تي بي ويطلع اي دي بي ويضيف فوسفيت، الفوسفيت تتضاف فيتحول الى ريبونوكليوزايد تراي فوسفيت اللي هم مين؟ اللي هم الاي تي بي والجي تي بي. بس كان سؤال انا عارف ان الاذكياء هيفكروا فيه، مع ان هو مش وقته دلوقتي بس هيفكروا فيه. دكتور هو انا عشان اصنع اي تي بي محتاج اي تي بي؟ هو ايه الذكاء ده؟ حد لاحظ حاجه؟ انت سرحان معايا ولا لسه واخدك وسارح؟ بقول لك كاينيز هيضيف فوسفيت، هيجيبها منين؟ تقول لي اي تي بي يا دكتور، يطلع ايه اي تي بي يا دكتور؟ حلو، وبعد كده يخش اي تي بي يا دكتور ويطلع ايه اي تي بي يا دكتور؟ يعني عشان اصنع اي تي بي محتاج اي تي بي؟ ايوه. طب يا دكتور والاي تي بي جاي منين؟ قال لك يا دكتور الاي تي بي الاولاني بقى خالص جاي منين؟ قال لك يا دكتور جاي من حاجه اسمها الكترون ترانسبورت تشين، اللي هي سلسله نقل الالكترون اللي هي موجوده في الميتوكوندريا، هناخدها بعدين ان شاء الله، ان شاء الله في سنه ثانيه كويس، اللي هي سلسله نقل الالكترون ازاي نصنع اي تي بي جوه الخلايا. لكن مؤقتا لو انا معايا اي ام بي عايز احوله الى اي تي بي هعمل ايه؟ قال لك احط عليه فوسفيته من الاي تي بي واحط عليه فوسفيته من اي تي بي ثانيه عشان اطلع في الاخر اي تي بي ثالثه خالص. يبقى دكتور الاي ام بي، او على فكره الجي ام بي مش شرط اي تي اي ام بي، جي ام بي هيتحول الى جي دي بي ريبونوكليوزايد داي فوسفيت، هنجيب فوسفيتها من الاي تي بي وفوسفيتها الثاني من الاي تي بي عشان نصنع جي تي بي. يبقى سواء الاي تي بي او الجي تي بي بيتصنعوا اصلا 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 عن طريق اضافه فوسفيت من الاي تي بي عن طريق اثنين كاينيزز. التفاصيل اكتر مش عليك دلوقتي، مش وقت، الله يرضى عليك، توكل على الله كده، خش معايا. الكلام ده اصلا انا بعلم لك على المهم، وانا بقول لك اهو الكذا مهم الكذا مهم، ده مش مهم يعني. كويس كويس جدا. يبقى احنا صنعنا بتوع الار ان اي، حصل ما حصلش؟ اه يا دكتور صنعت الاي تي بي والجي تي بي عن طريق ان انت جبت الجي ام بي او الاي ام بي اللي انت صنعتهم من الخطوه اللي فاتت ورحت ضايف عليهم فوسفيته، ففوسفيته فحولت لهم الاي تي بي والجي تي بي، ناقص بقى ان انا احولهم الى دي اوكسي. يعني ايه دي اوكسي يا اولاد؟ برافو عليك. يعني ايه دي اوكسي؟ قال لك يا دكتور والله دي اوكسي يعني هشيل منه اكسجين. فلو انا عايز اصنع ديوكسي ريبونوكليوزايد، ماشي، بص كده ده ريبونوكليوزايد دايفوسفيت، ده ريبونوكليوزايد دايفوسفيت بس ديوكسي. يعني ايه ديوكسي؟ يعني شلت اكسجين. فقال لك يا دكتور عشان تحولهم من بعض لازم تشيل اكسجين عن طريق انزيم اسمه ريدكتيز. هتشيله ازاي؟ تعال نشوف. قال لك حاجه اسمها ريبونوكليوزايد ريدكتيز، والانزيم ده مهم بالمناسبه يعني. كويس. قال لك يا دكتور الريبونوكليوزايد او الريبونوكليوتيد ريدكتيز بيشيل اكسجين على شكل ميه H2O. يبقى اول معلومه، هل بيشيل الاكسجين على طول؟ لا يا دكتور ده بيشيلها على شكل ميه، يعني بيضيف لها هيدروجينتين. بيجيبها منين بقى الريدكتيز الهيدروجينتين؟ من بروتين اسمه ثايرودوكسين. ثايرودوكسين، يبقى يلا حد عارف ما هو الثايرودوكسين؟ ايوه يا دكتور، ده مصدر للهيدروجين اللي الريدكتيز بياخده، بياخد هيدروجينتين من الثيرودوكسين على الاكسجين اللي هنا عشان يحول دي اوكسي ريبونوكليوزايد. الموضوع سهل جدا. يبقى الاكسجين اللي في الريبونوكليوزايد دايفوسفيت هنطلعها عشان نحوله دي اوكسي. يعني ايه دي اوكسي؟ منزوع الاكسجين. فهنشيل الاكسجين على شكل ايه؟ ميه. برافو عليك جدا 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 جدا. الريديوست ثيرودوكسين يا اولاد عنده هيدروجينتين اهم بيفقدهم وبيتحول الى اوكسيدايزد ثيرودوكسين. انا بشرح الكلام في الكتاب بس مش اكتر. بيفقد الهيدروجينتين عشان يطلع ميه. كويس. هيدروجينتين منه، هيدروجين اهي وهيدروجين اهي، مع الاكسجين اللي كانت هنا هيطلعوا على شكل ميه. الاكسيدات الثيرودوكسين بيحصل له ريجنريشن، يعني بيرجع تاني ازاي بالظبط؟ بيحصل له ريجنريشن عن طريق ثيرودوكسين ريدكتيز. يبقى انا كده عندي اثنين ريدكتيز، اول حاجه الرايبونوكليوتيد ريدكتيز والثيرودوكسين ريدكتيز. الريبونوكليوزايد ريدكتيز هو اللي بيحول لي الدي اوكسي اي دي بي الى، سوري، بيحول لي الاي دي بي الى دي اوكسي اي دي بي، او بيحول لي الجي دي بي الى دي اوكسي جي دي بي.
بس الموضوع سهل. بيحولوا ازاي؟ بيشيل اكسجين على الهيدروجينتين جايبهم من الثيرودوكسين. طب مين بيرجع الاكسدايد ثيرودوكسين الى ريديوسد ثيرودوكسين؟ قال لك عن طريق حاجه اسمها ثيرودوكسين ريدكتيز. شكرا، مش عايز اكتر من كده، تفاصيل زياده قوي. الريجوليشن جزار ودكت عذاب. يعني انا لو مش عايز حاجه من السنسز، انا عايز الريجوليشن. يعني لو انت مزنوق في الوقت وما عندكش وقت يا دكتور، والكلام ده تفاصيل كتير قوي في وقت ضيق، قول له يا عم مش عايز الا الريجوليشن. الريجوليشن هي ايه؟ تنظيم تصنيع البيورينز. اصل انتوا مش عارفين حاجه، البيورينز لو اتصنعت زيادة عن اللزوم هيحصل ايه؟ جاوت. طب وهل الطبيعي الانسان يحصل له جاوت؟ لا يا دكتور، الجاوت ده مرض، والطبيعي الانسان ما يحصلوش جاوت. طب يا دكتور ما بيحصلوش جاوت ليه؟ هو بقى الكلام اللي هنقوله دلوقتي، اللي هو الريجوليشن اوف سينز. الريجوليشن اوف سينز بعد السلف سيستم يا ولاد. انا مظبط التصنيع، بعد كده خدت السلف، بعد كده الريجوليشن، بعد كده هرجع للسلف تاني. كويس، انا عايز دلوقتي الريجوليشن اوف الدينوف. دي الريجوليشن اوف الدينوف سينز. اول حاجه زي ما احنا اتفقنا ان احنا عندنا كام انزيم مهم للريجوليشن. زي ما قلنا تحويل الريبوز اول خطوه، دي خطوه رقم واحد، تصنيع البي ار بي بي، بي ار بي بي سينستيز. بعد كده الاميدو ترانسفيريز اللي هو الجلوتامين، بي ار بي بي اميدو ترانسفيريز عشان صنع فوسفوريبوزالامين. بعد كده الخطوه الاخيره، لان الخطوه اللي في النص اللي هي رقم 3 ديت ما خدناهاش اصلا. كويس، ما قلناش ازاي تصنع اي ام بي، بس قلنا الاي ام بي صنع ادينايل ساكسينيت عن طريق ادينايل ساكسينيت سينستيز اللي هو اي اس سينستيز، و صنع اكس ام بي عن طريق اي ام بي دي هيدروجينيز. كويس، وهنبدا بقى ندرس الجي ام بي والاي ام بي. كويس، كويس جدا جدا جدا. تعالوا بقى ناخد الاستيكه كده نمسح شويه الكلام ده عشان ما نخشش ايه الدنيا في بعض. ركز بقى معايا في الريجوليشن. الخطوه دي لو انت اتعلمت ازاي ترسم الريجوليشن هتبقى سهله عليك قوي. اول حاجه يا اولاد واهم سيجنال على الاطلاق هو زياده الجي ام بي والاي ام بي. اصل الجي ام بي والاي ام بي دول لو زادوا معناهم ان هم زياده في الخليه، فمعناها ان التصنيع مش مهم، صح؟ فالجي ام بي هيعمل انهبيشن للانزيم اللي قبليه وللانزيم بتاع رقم 2 اللي هو فوق ده. معلش ثانيه، انا اسف انا اسف انا اسف. كويس، والانزيم اللي فوق خالص ده اللي هو رقم 2 اللي هو جلوتامين اميدو ترانسفيريز، وانهبيشن لاول واحد البي ار بي بي سنسيتيز. يبقى يلا هنعمل انهبيشن لايه؟ لو زاد الجي ام بي اول واحد فوق ايه؟ اي ام بي ده هيدروجينيز، والجلوتامين بي ار بي بي اميدو ترانسفيريز، والبي ار بي بي سنسيتيز. اتفقنا؟ اتفقنا جدا جدا جدا. طب يا دكتور والاي ام بي هيعمل اللي قبليه اللي هو، برافو عليك، ادينايل ساكسينيت سنسيتيز، واللي قبليه جلوتامين بي ار بي بي اميدو ترانسفيريز، واللي قبليه بي ار بي بي سنسيتيز. يبقى يلا نرسم هذه العظمه. يلا، قال لك يا دكتور يا جي ام بي لو زاد، الاي ام بي لو زاد، الاثنين هيعملوا انهبيشن لكل الانزيمات اللي فوقيهم. كانه بيقول لك ايه؟ مستحيل يتراكموا في الخليه. ليه؟ لان هم هيعملوا انهبيشن اللي قبليهم بشده وبقوه. اتفقنا؟ اتفقنا. قال لك بقى يا دكتور طيب ماذا يحدث لو الجي دي بي زاد؟ قال لك بس هيعمل انهبيشن لاول واحد بس. يبقى الجي دي بي يا اولاد كريجوليشن مش مؤثر قوي، او بيشتغل لاول واحد خالص. ليه؟ لان ممكن اي دي بي والجي دي بي يزيدوا في الخليه لاسباب اخرى. فقال لك يا دكتور الجي دي بي والاي تي بي لو زادوا في الخليه لاسباب اخرى هيعملوا انهبيشن للبي ار بي سنسيتيز اللي هو اول واحد بس. كويس، كويس جدا جدا جدا. يتبقى ايه؟ يتبقى الاي ام بي ده لو زاد، والبي ار بي بي دي لو زادت. تعال نعملهم باللون الاصفر. قال لك والله يا دكتور الاي ام بي ده للي قبليه هيعمل انهبيشن، والبي ار بي بي لو زادت هتعمل ستيميليشن. يبقى يلا الريجوليشن تاني. الريجوليشن بتعتمد على فكره اساسيه لازم تكون عارفها، وهعيدها تاني كويس عشان تفتكروها. الفكره الاساسيه بتقول لك ايه؟ ان البرودكت المنتجات بتعمل انهبيشن. يعني ايه بتعمل انهبيشن؟ قال لك يا دكتور المنتج بتاع الباثوي لو تراكم المفروض انه يعمل انهبيشن عشان الباثوي ما تشتغلش. وان السبستريت، سبستريت اللي هو ايه؟ اللي هو المواد الفعاله او الرياكتنت يعني، كويس، المواد الفعاله لو زادت تعمل ستيميوليشن. ستيميوليشن يعني تحفيز. يبقى البرودكت انهبيشن والسبستريت ستيميوليشن. سؤال بقى، مين السبستريت اللي بيزود؟ البي ار بي بي. بيحفز مين؟ بيحفز يا دكتور الجلوتامين او البي ار بي بي اميدو ترانسفيريز. كويس، كويس. دكتور عايزك تعيد الريجوليشن تاني عشان تهت، ولا يهمك، همسحها لك وتعيدها تاني قدامي. يلا انا هشاور وانت تقول. يلا على ثلاث خطوات، واحد اتنين
ثلاثة. برافو عليك، برافو عليك، انت حفظت الريجوليشن اهو. طب يلا اعطاها خطوات، واحد اتنين تلاتة، برافو عليك. يلا الجي دي بي لأول واحد، طب الاي دي بي لأول واحد، رائع، ده انت برنس. يفضل لي مين؟ الاي ام بي والبي ار بي بي. الاي ام بي للي قبليه والبي ار بي بي للي بعديه، بس ما تنساش الاي ام بي يعمل انهبيشن والبي ار بي بي يعمل ستيميليشن. خلصنا الريجوليشن اوف سينسز. ايوه بثوي معقد، تعمل ايه علشان تحفظه وترسبه بنفسك؟ تجيب الورقه زي ما انت كده، تاخدها سكرين شوت وتجرب بايدك. جربت بايدك، جت معاك، قارنها بالكتاب، لقيتها زي ما هي، انت كده ممتاز. بس ضروري جدا تبقى حافظ البثوية نفسها، اللي هو الانزيمات اللي بيحصلها ريجوليشن، بي ار بي بي سنستيز، جلوتامين بي ار بي بي اميدو ترانسفيريز، و ادينايل ساكسينيت سنستيز، والاي ام بي دي هيدروجينيز. دول انزيمات مهمه جدا جدا جدا. انا عارف ان انا بشرح باختصار، بس ده شرح الامتحان. هنخش على السلفج سيستم، وده اسهل بكتير وابسط بكتير، كويس؟ لان السلفج سيستم هو عايز يقول لك لو انا عندي ادي بيورين ارميها ولا استفيد بيها؟ قال لك لا استفيد بيها. يعني عندي مثلا ادينين قاعده نيتروجينيه بس، او جوانين قاعده نيتروجينيه بس، او ادينوزين قاعده نيتروجينيه ماسكه معاها ريبوز، او ديوكسي ادينوزين. يعني ايه قاعده نيتروجينيه ماسكه معاها ريبوز بس دي اوكسي، كويس، نقص اكسجين يعني بتاع الدي ان ايه اصلا، كويس. يبقى يا دكتور هعمل لهم سلفج ازاي؟ ازاي هرجعهم تاني؟ قال لك والله يا دكتور الادينين ناقصه ايه؟ ناقصه ريبوز وناقصه فوسفيت، صح؟ اه والله. هو ايه الفرق بين ده وده؟ قال لك والله ده يا دكتور حطينا ريبوز وفوسفيت، فبيخش بي ار بي بي فوسفوريبوزايد بايروفوسفيت، ويطلع بي بي اي او 2 فوسفيت، كويس، عن طريق الاي بارتيز اللي احنا شرحناه في الفيديو، ادينين فوسفوريبوزايل ترانسفيريز وجوانين فوسفوريبوزايل ترانسفيريز، او هايبوزانسن جوانين، لان هو برضو بيعمل سالفج للهايبوزانسن. الهايبوزانسن يا اولاد هو اللي بيحول انوزين، طبعا انتوا عارفين الهايبوزانسن هو اللي بيعمل انوزين مونوفوسفيت، كويس، فاسمه هايبوزانسن جوانين فوسفوريبوزايل ترانسفيريز، اللي هو حق بارتيز واي بارتيز اللي انا شرحتهم في الفيديو. وبالمناسبه لازم تبقى اتفرجت على فيديو البيورين قبل ما تخش على الفيديو ده. الفيديو ده ما هو الا شرح بس للجزء اللي احنا ما شرحناهوش، اللي هو ازاي بنصنع او بننقص البيورينز. والله لو عندي قاعده نيتروجينيه هضيف لها فوسفيت وريبوز، ولو عندي قاعده نيتروجينيه ومعاها ريبوز هضيف لها فوسفيت، عن طريق مين؟ كاينيز. برافو عليك، هدخل اي تي بي واطلع اي دي بي اهو. ادينوزين بقى ادينوزين مونوفوسفيت، ديوكسي ادينوزين بقى ديوكسي ادينوزين مونوفوسفيت. عايزك تركز، الله يرضى عليك، انا عايز منك ايه عشان الكلام ده ما يخشش في بعضه. قال لك يا دكتور عيد من الاول خالص بقى، من الاول خالص اهو، اطلع كده هات البتاع من الاول، لا كيب عشان ما الدنيا ما تبص، اهو هاتها من الاول. يلا من الاول كده انا بصنع يا اما دينوفو يا اما سالفج، وسالفج يا اما بسالفج فري نيوكليوتايد، فري نيوكليوتايد، يا اما بسالفج ايه، ايوه يا اما بسالفج فري نيوكليوتايد يا اما بسالفج نيوكليوزايد. وطبعا عارفين الفرق بين النيوكليوتايد والنيوكليوزايد. النيوكليوتايد او فري نيتروجينس بيس، سوري فري نيتروجينس بيس نس بيس، كويس. قال لك والله يا دكتور يا اما فري نيتروجينس بيس قاعده نيتروجينيه لوحديها، يا اما نيوكليوزايد قاعده نيتروجينيه ومعاها ريبوز، يا اما دي نوفو سنس. وقلنا الرسمه دي مهمه، ومعاها الان بي دي مهمه جدا. وقلنا يا دكتور ان احنا هنصنع البي ار بي بي الاول، بعد كده هنصنع فوسفوريبوزايلامين، بعد كده هنصنع الاي ام بي، بعد كده هنصنع الاي ام بي والجي ام بي. وخدنا ان احنا ازاي نضيف فوسفيت عن طريق الكاينيز، وخدنا ازاي نعمل دي اوكسي عن طريق الريدكتيز، وخدنا الريجوليشن، كل ده اللي فات. ثم ضفنا لها بقى السالفج سيستم، ازاي ننقذ الادينين نيتروجينس بيز اللي هو في فري بيورينز، سوري فري بيورينز اللي هي فري نيتروجينس بيز، يعني اللي هو انا ما فيهاش ريبوز ما فيهاش فوسفيت، هضيف لها ريبوز وفوسفيت عن طريق بي ار بي بي، كويس، كويس جدا جدا. ما تقفلش الفيديو لان ده ثانك يو فور واتشنج. الجزء بتاع البيورين اللي هو انا اصلا مش معتبر ان مهم فيها الا اول سلايد والريجوليشن بس، يعني مش مهم في الليله دي الا اول سلايد والريجوليشن، لكن اللي جاي مهم جدا. انا في جزء اللي سبناه في البروتين اوف اكسترا سيلولار ماتريكس، الفايبرونكتين هنقوله في دقيقه، والاوستيوكالسين هنقوله في نص دقيقه، كويس. يلا نبدا بالفايبرونكتين. الفايبرونكتين يا اولاد بيتقال عليه حاجه اسمها ادهيزف بروتين. حد شاطر يقول لي يعني ايه ادهيزف بروتين؟
اه دكتور، الموضوع سهل جدا. ادهيزف بروتين هو البروتين اللي بيلزق الخلايا ببعضيها، الله، او بيلزق الخلايا للماتريكس بتاعها. يبقى يا دكتور الفايبرونكتين هو هدفه ادهيزف بروتين، انه يلزق الخلايا في بعضيها او يلزق الخلايا في الماتريكس بتاعها. اسمه ايه؟ اسمه فايبرونكتين. ليه هو ادهيزف؟ قال لك لان شكله مع السلفايد بوند، قال لك عنده كذا مالتيبل سلفايد بوند او داي سلفايد بوند، عنده كذا داي سلفايد بوند، بيخليه يمسك، امسك بقى، مع السيل ممبرين بحاجه اسمها انتجرين ريسبتور، يعني بيمسك مع الخليه بانتجرين ريسبتور، او يمسك مع الكولاجين، او يمسك مع الهيبرين. ايه ده؟ عامل زي المشبك. ايوه. يبقى يا دكتور الحته دي، الحته دي مع الداي سلفايد بوند اسمها فايبرونكتين، هدفها انها تمسك مع الكولاجين وتمسك مع الريسبتور وتمسك مع الهيبرين. هل في تفاصيل عنها؟ لا مفيش تفاصيل، هي بس كده، مفيش اي تفاصيل تاني. يبقى بتمسك مع كولاجين او هيبرين او انتجرين ريسبتور في السيل ميمبرين او في غشاء الخليه. طبعا بتمسك الخليه مع الاكسترا سيلر ماتريكس او تمسكها مع اي حاجه تاني. الفايبرونكتين ما فيهوش تفاصيل اصلا، انت لو قرات مفيش. طب يا دكتور عليا في ايه؟ عليك الدياجرام. طب ما جالناش دياجرام في الامتحان، خلاص يبقى اعرف شكله انه عنده دايسلفايد بوند بس، شكرا. خش بقى على الاوستيوكالسين الوحش. قال لك يا دكتور عندنا النون كولاجين بارت اوف بون، ان في حاجات مش كولاجين، في بروتين في البون في العظم بس مش كولاجين، لان احنا اتفقنا ان العظم والكارتج فيهم كولاجين. ايوه، وفيهم حاجات مش كولاجين. من الحاجات اللي مش كولاجين اوستيوكالسين، وقال لك ان ده بروتين سبيسيفيك فور بون، يعني خاص بالبون، وبيصنع من الاوستيوبلاست، الخلايا الصانعه للايه؟ للعظم. كويس جدا جدا جدا. قال لك يا دكتور وهو جزء كبير قوي من النون كولاجينس ماتريكس اوف بروتين، ده الجزء الاهم من البروتين بتاع النون كولاجينس. اهم حاجه بقى واللي انا جاي اشرحها واللي انا اجلتها في الفيديو اللي فات او الفيديو اللي انا شرحته للطلبه من سنتين، قلت لهم ان انتوا تعبانين مش تفهموا الجزء ده، بشرحه لكم بعدين، وشرحتهم فعلا بعدين، بس ايه تقريبا كان ابحاث او حاجه زي كده فمحدش اهتم بالفيديو. قال لك يا دكتور ات كونتينز 3 ل 5 ريزيديوز اوف جاما كاربوكسي جلوتاميت. الحته دي انا اللي جاي اشرحها، انا جاي اشرح في الفيديو الحته دي. قال لك يا دكتور ده البروتين اللي اسمه اوستيو كالسي، قشطه قشطه. قال لك يا دكتور بيبقى عنده جلوتاميت، بس الجلوتاميت ده لو تعرفه ان هو ماسك مع كربوكسيل جروب واحده، حصل ولا ما حصلش؟ ايوه، الجلوتاميت ده يا دكتور امينو اسيد عنده كربوكسيل جروب واحده، لانه اسيدج امينو اسيد، للناس اللي مذاكره امينو اسيد قوي. طب يلا بقى حد شاطر يقول لي هل ده قادر على انه يمسك مع الكالسيوم اللي هو تكافؤ ثنائي؟ لا. طب هعمل ايه؟ قال لك هنعمل له جاما كاربوكسيليشن. يعني ايه جاما كاربوكسيليشن؟ سيبك من دي، جاما اهي، كويس، جاما كاربوكسيليشن يعني هضيف له كاربوكسيل جروب اهي. مين بيقوم بالوظيفه دي؟ هقول لكم دلوقتي، بس مبدئيا عشان الاوستيوكالسين يشتغل، ركز ركز الله يرضى عليك، لازم نحول الجلوتاميت فيه الى جاما كاربوكسي جلوتاميت، يعني جلوتاميت ضايفين له في الجاما كاربون بتاعته كاربوكسيل جروب زياده. يبقى ده اوستيوكالسين اللي هو بالاحمر ده، اوستيوكالسين مش شغال، لما ضفنا له الكاربوكسيل جروب فبقى اوستيوكالسين اكتيف. طب هيجي لي سؤالين، اول حاجه اكتف ازاي؟ يعني ازاي بقى اكتف؟ تاني حاجه مين اللي ضاف الكربوكسيل؟ اللي ضاف الكربوكسيل بكل بساطه هو فيتامين كي. اللي ضاف الكربوكسيل بكل بساطه هو فيتامين كي. كويس؟ يبقى فيتامين كي مهم جدا جدا للعظم. لما يجي يقول لك فيتامين كي مهم للكالسيفيكيشن، يعني كالسيفيكيشن، ايوه، يعني زياده الكالسيوم في العظم، هيقول لك ايوه فيتامين كي مهم للكالسيفيكيشن. والاكتيفيشن، الاكتيفيشن يعني تحفيز الاوستيوكالسين. طب ازاي بقى الاوستيوكالسين يا دكتور بقى اكتيف؟ ده السؤال بقى مهم. قال لك فاكر الكالسيوم؟ ايوه يا دكتور. الكالسيوم تكافؤ ثنائي، ينفع يمسك مع كربوكسيل هنا وكربوكسيل هنا ودي تفقد او اتش او اتش ودي تفقد او اتش او اتش؟ ايوه، يبقى كالسيوم هيعرف يمسك مع الاوستيوكالسين. بص كده، الكالسيوم بقى عارف يمسك مع الاوستيوكالسين. يبقى تاني الله يرضى عليكم، قال لك الاوستيوكالسين لو عنده كربوكسيل جروب عاديه او جلوتاميت عادي مش هيمسك مع الكالسيوم، لان تكافؤ الكربوكسيل احادي وتكافؤ الكالسيوم ثنائي. لكن لما ضفنا كربوكسيل جروب على الجلوتاميت فتحول من جلوتاميت عادي الى جاما كربوكسي جلوتاميت، اللي هو جلوتاميت مضاف له كربوكسيل جروب، اتحول من شكل ان اكتف الى اكتف وحصل اكتيفيشن. حتى بيقول لك ان اوستيوكالسين عنده من 3 ل 5 جاما كربوكسي جلوتاميت، يعني عندي 1 2 3 4 اهو، 4 جاما كربوكسي جلوتاميت، ده بيسمح له يمسك مع مين؟ مع الكالسيوم. وده اللي بيساعد الاوستيوكالسين تو جيت كالسيوم. ازاي يا اولاد الكالسيوم بيترسب؟
ازاي الكالسيوم بيترسب، الكالسيوم الايونيز ده ازاي يترسب في العظم. كنا دايما نسمع العظم ده يا اولاد لما يترسب فيه الكالسيوم يبقى اقوى، طب ازاي يترسب فيه؟ قال لك عن طريق ان الاوستيوكالسين بيمسك مع العظم ويترسب، الكالسيوم بيمسك مع الكربوكسيل جروب ويترسب، يمسك مع الكربوكسيل جروب ويترسب، يمسك مع الكربوكسيل جروب ويترسب. كويس؟ كويس جدا جدا جدا. تعالوا نمسح الكلام ده. قال لك يا دكتور اوستيوكالسين صناعته بتتم عن طريق فيتامين دي 3، يبقى الاكتيفيشن اوف اوستيوكالسين بيحتاج فيتامين كي، والصناعه بتحتاج فيتامين دي 3. كويس؟ كويس جدا جدا جدا. والسيرم ليفل اوف يدل على البون فورميشن، تصنيع البون. فبعد كده حاجه اسمها اوستيونكتين، اوستيونكتين اعرف بس ان هو جلايكوبروتين وبيمسك مع الكالسيوم او عنده حب للكالسيوم والهيدروكسي ابيتايت. طبعا الهيدروكسي ابيتايت جزء من مكونات الجزء الصلب في العظم. يبقى العظم يا اولاد فيه كولاجين وفي حاجات مش كولاجين هدفها تمسك مع البروتين، زي مين؟ زي الاوستيوكالسين والاوستيونكتين، لان عنده هاي افينيتي تو كالسيوم اند هيدروكسي ابيتايت، دي كريستالات صلبه زي الكالسيوم بالظبط. كويس؟ ده جلايكو بروتين بيمسك مع، وطبعا في ديفرنت اذر بروتيوجلايكانز زي ما اتفقنا في بداية الفيديو ايه الفرق بين البروتيوجلايكان والجلايكوبروتين وخدناها وخلاص. قال لك يا دكتور عنده other types of بروتيوجلايكانز، وعرفنا ان البروتيوجلايكانز الكربوهيدرات فيها اكتر والجلايكوبروتينز البروتين فيها اكتر. شكرا، اتمنى تكونوا استفدتم. انا عارف ان انا بشرح بسرعة، انا عارف ان مش شرح شافي ووافي، هو شرح بس يفهمك الدنيا ماشيه ازاي عشان تخش بيها الامتحان في فتره قصيره. اتمنى ما اكونش اطلت عليك، واتمنى تكون استفدت وفهمته. ما تتكسفش ان انت تخش تقول لي يا دكتور الجزئيه الفلانيه ما فهمتهاش قوي. بالتوفيق ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.